السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بمرجع mes apprentissages en français للمستوى الثالث، الصفحة 28. J'écoute et je repère، يعني أستمع وأحدد. Leçon F et leçon V. Du café, un cheval. La première question, frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. إذن هنا غادي نحدو الصوت الذي يكرر أو يعاد. إذن الصورة الأولى شنو هو هذا؟ فاغين. إذن هذا طحناه، عطانا فاغين. الصورة الثانية فيزي، فيزي. الصورة الثالثة دو كافي، يعني القهوة. الصورة الرابعة فورمي، فورمي يعني النملة. إذا الصوت اللي كيتعاود هنا هو لو سون ف، لو سون ف. A encadre les mots où tu vois la lettre F، يعني أحيط أو أطير الكلمات التي أرى فيها أو ألاحظ فيها لا لتخو F. إذن اللي غنلاحظ فيها F غادي نأنكادريها، ندير ليها إطار. أن سيفلي، أن سيفلي. إذن أن سيفلي فيها لا لتخو F، إذن غادي نأطروها. Elle, une fusée, on a la lettre F. Un film, un tapis, يعني الزربية. فيها لا هذه ما فيهاش، اعتذر، ان طابي ما فيهاش لا لتخو اف. اون في فيها لا لتخو اف، في يعني الساحرة او الحورية. ان ديفيلي، ان ديفيلي، ان ديفيلي، ان ديفيلي يعني عرض، فيها لا لتخو اف. B souligne la lettre F chaque fois que tu la vois. إذن غادي نسطر على لا لتر F، فين ما غنلاحظها غنسطر عليها. Une affiche، إذن عندنا هنا لا لتر F جوج مرات. De la farine، la lettre F. Fatima, la lettre F. Un fil, un fil يعني خيط، استروا على la lettre F. Facile, la lettre F. Un four, la lettre F. C entoure la syllabe où tu vois la lettre F. يعني غادي
أحيط المقطع الذي توجد فيه لا ريترو اف، حرف اف. عندنا الكلمة الأولى فيها جوج مقاطع ك في، إذا غادي نحيطو ب في، هذا هو المقطع اللي فيه لا ليترو اف. ف غي ن، اذا عندنا اف في المقطع الاول. ف في زي، عندنا اف في المقطع الاول. السؤال الثاني، فخاب لي سيلاب بوي روبير لو سون كي سو ريبيت. اذا مثال بحال السؤال الاول، اذا غنحدو الحرف او الصوت اللي كيتعاود اكثر. اذا غنعبروا على الصور. الصورة الاولى شنو هو هذا؟ فاز. الصورة الثانية شوفال، شوفال. الصورة الثالثة أوليف، أوليف. والصورة الأخيرة فاش، فاش. إذن أشنا هو الصوت اللي كيتعاود هنا في هذه الكالي الصور؟ سي لو سون ف، لو سون ف. أ encadre les mots où tu vois la lettre V. يعني غادي نأطر ندير لهم إطار الكلمات اللي فيهم لا لتر في. الكلمة الأولى une voiture، إذا une voiture فيها le son V. الكلمة الثانية une fourmi، إذا ما فيهاش لا لتر في. un vélo، دراجة. un vélo فيها لا لتر في. الكلمة الموالية ان نافيغ، ان نافيغ. اذا عندنا لا لتر في. الكلمة الموالية ان غادي، ان غادي ما فيهاش لا لتر في. une vache فيها la lettre V. question B souligne la lettre V chaque fois que tu la vois. إذا غادي نسطر على la lettre V فين ما نشوفها نسطر عليها. une vache، إذا عندنا في vache. une avenue يعني شارع، عندنا في. un lavabo، في. une ville، في. une vue V. C entoure la syllabe où tu vois la lettre V. يعني غادي نحيط المقطع اللي فيه la lettre V. vélo، إذا عندنا V في المقطع الأول. avenue، عندنا في المقطع الثاني.
شوفال عندنا في في المقطع الثاني فال شوفال. بهذا ينتهي هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.